كنت تابع معنا في سي سمير شيقول ومتابع الوضع ككل كنا حكينا فيها قبل وحركة الشعب عندها موقف من تباعة كتاب المدرسي بتركي. نعم اتصلنا بعضنا وسي سمير حييه على الموقف هذا. أنا لا أعتقد أنه اليوم الموقف يتعلق بمسألة معناها نتاع أبل دوفر ومسألة نتاع شركات وطنية ولا شركات أجنبية أكبر منك. نحن بصدد حماية أمن القوم المعرفي وأمن القوم التربوي. راهو المسائل هذه لا تحسب بالفلوس، راه مش بمية دينار زايدة ولا مية دولار ناقصة. راهي المسألة هذه أنك تطبع اللي باش تقراها تلامذتك في بلادك من ولاد بلادك وبمراقبتك المباشرة وبأجهزتك، راهو هذه مسألة لا تعوضها لا مليار زايد ولا مليار ناقص. وبالتالي أنا أعتقد أنه سي سمير وكثير من الوطنيين يدافعوا على أمن القوم التربوي أو أمن القوم المعرفي اللي اليوم لتراك هم دخلونا هم اليوم زاد دخلونا حتى المبابذ عملنا شوية منتوجات منا وشوية قضونا على نجارتنا وقضونا على حدادتنا وقضونا على صبابتية نتاعنا تحكي على الاستيراد بالطبع. واليوم هاو معناها حتى الصناعات المطبعية نتاعنا ومطبعنا الوطنية هنا اليوم هنا نشوفوا كيفاش معناها الناس تتصرف. أنا أعتقد وأنا الحقيقة نعرفه شخصيا وزير التربية هو رجل معناها وطني ورجل معناها نعم. رجل معقول وعنده وانا نقول له راجع راهو يا ما تحت السواهي دواهي رام ردباك لغد وجي تقول رام غلطوني وهذا وراهو ما تخممش بمنطق سي سمير يقول لك لا راهو غلطوه وهو غلط المجلس الوزراء ما تخممش بمنطق. وندعو الرئيس قيس سعيد اللي يحكي على السيادة الوطنية راهو من أوجه السيادة الوطنية تاعنا هو تباعة اللي يقروه تلامذتنا في بلادنا. راهي ما فيهاش حسبة نتاع فرنك زايد وفرنك نقص.